ஆரம்பிச்சிருமா? ஆ, ரெண்டாவது. ஆரம்பிச்சிருமா? ஆ, இலா ஹதரத்தின் நபியின் முஸ்தபா வர் ரசூலில் முஜ்தபா வல் ஹபீபில் முக்தபா சையதனா வ மௌலானா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ ஷர்ரஃப வ கர்ரம வ மஜ்ஜல வ அல்லம் அல் ஃபாத்திஹா. ரப்பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வ ரஹ்மானிர் ரஹீம். மாலிகி யௌமித்தீன். السلام عليك يا جالل قرابي. السلام عليك يا جالل قرابي. السلام عليك.
صفاتي السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا ذا الجلال السلام عليك يا رب الجلال السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا زين الملاح السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا فجر الزمان السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا مبرئ سقامي السلام على المغلل بالرمامة السلام على المزور بالقيامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المبشر بالسلامة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا نبي السلام عليكم يا رسول السلام عليكم يا نبي السلام عليكم صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن كما رأينا قلت يا وجه سرور يا إمام القبلتين رحم وجهك يسرى يا كريم الوالدين فارزقنا بالمبادر ارزقنا يوم النذر أنت غفار الخطايا وذنوب موبقات أنت ستار المساوي ومقيل الآثرات ونادي الحسنات يا رفيع الدرجات فاغفروا عني ذنوبي وقلي عن سيئاتي عليم سر وأخفى مستجيب دعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم على المرتضى
في ليلة العرش كلو إنها وزخرف الباطل واللاوسة من هيبة المولين كسرى غدا كسير قلبي في ذهول وهار وكم له من معجزات نما واشتهرت في الكون اي اشتهار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى كازر شفينا يوم الماء لتبلغ ليل المرى وعيشنا منه الصفا من لطف من حسن الوداع يا صاحب الحسن البديع يا خير هادي يا شفيع حسن ورا في البقيع تغيثنا يوم التنى صلى الله عليه ثم اصطفاه عليه
وحين أوحى إليه على لأعلى مقامي يا من يرحم النعيم بحبكم مقيما ولو تكون سقيما لديه برؤوس قامي قامت بقاء البقيع من قرب اهل الشبيع سكانها في ربيع من انس تاج الكرام هذا الذي كترك الى السماوات حقا وختم الله صدقا بوحي خير الكلام به يتيم الزمان وفيه معه الامان وجاره لا يهان في عزة واحترام به تباهى الجمال ومنه تم الكمال وبان فينا الحلال به وحكم الحرام إني أبين الذليل من أثرتي أستقيل وما يخيب النزيل في أي راعي الذمام بحق نور محمد وبالكتاب الممجد اجعل لنا النار تخمى يوم الكروب العظام صلى الإله السلام على الذي دائم أمر رسل عليهم سلام ولا لأهل الدمام صلى الله عليه وسلم فاقتي والنار من أرجو جزيلا فضلكم والكرم استشفي النزيل هذا الحرم فلا حلوني بدوام المدد سالما رضيتم خادما فحلمكم والستر عما العالم دعواكم منها نعيم الابد قسمت بنصري بكم عليكم وسيلتي احسانكم اليكم علي ما وهلا به لديكم سوى صريح الفقر والتوتي تبتغوا وسيلة للمالك صلوا على رسوله المبارك الشافي المقيد من مهالك وآله وصحبه ومن هدي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم هدينا سبحان مولانا وجدنا القوام صلوا على المختار يا معشر الخلاق ذي الحسن والانواء واستهوا
பெருள் அப்பா தஞ்சோ மல்ல ரமத்தை சத்தாதியல்ல மாலையல்ல சல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லம் ولا تها امنه طولا اشعر بها اهل اللي يخفى عن عيون الحسن சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
بيان اويله من شر ذي شنعان من حاسد منكرم العينان انت الذي سميت بالقران السلام مع السلام سرمدي للمصطفى الهادي الشفيع محمد يا ربي القلب شهر المولد كل الانام بذكر مولد احمد الجهل قد حجب الهدى ومن الصباح من نوره المتوقد فهدى ضلال الحائرين من نوره حتى استوى العناد من لم يهتدي يا ناس وهذا الثاني ولم يدع من هذا بيلا بواك يا مرجل فهذا بينا ما لنا ناهلين معجزات كثيرة شهدت بصحتها وقول الحسن البدر الشق بأمره والشمس غربت له ردت بغير تردد وسرى وقد أسرى به سبحانه يقضان ممتد عن آل القرقد وعلى آل الأفلاك والأملاك فيه فسراه يشهد ثم ما لم تشهد أوصافه وما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي وعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير المجهد يا ربي يا الله هذا المصطفى شفع بي وعاف اسمه وارضني على سماواته في مولده انتهى والحمد لله المعين المسلمين يا ربي وارحمنا ووفقنا وجل والتفوى لهم الرشاد وصدره وصوهم النبي جميع شمله واغفره لمحمد ابن محمد ابن محمد آمين وسني على جميع الأنبياء والمرسلين آمين وعلى كل منكم وصحبكم أجمعين آمين وسلم عليكم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد بسلي عليه وسلم إلا لمن عبد على حبيبك من دوام بفوان عبد النبي إنسان مبتلى ورب أصحابه من كان يعلم أن الله خالقه لا
بكرم بمهداني ولا أبا حفصين فاروق صاحبه ولا الخليفة وزيم على من عفاني بحر العلم منتخبه والبيت لا يستوي إلا بأركان شات مناقبهم في الناس كلهم ما بين علم وحكم وتبيان فمن أحبهم قد نال منزلة إن الإله وجزاه بإحسان عليه من سلام الله أطيبه على هد الورق في أوراق أغصان وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم وأنت هان الورى لله ذي الصدر يا من يقوم مقام الحمد منفردا الواحد الفرد لا يولد ولم يلد كل شفيع إلى رحمن من زلل ومن علي بما لا كان في خلل وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بتولك تكسري مدى الأمد رب الجمال تعالى الله خالقه ومثله في جميع الخلق لم أجد خير الخلائق أحسن المرسلين ذرا ذخري الأنام وهانهم إلى رشد عليه أزكى صلاة لم يزل أبدا مع السلام بلا قصر بلا علل ولان والسهم المجد قاطبة أهل السماء وأهل اللون والمدن مقاصدنا وسهلنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وسهلنا ما مضى الحمد لله حمدا دائما ابدا والشكر شكرا غزي وواسع الرغدا والصلاه على واقع الانام الرضا والال والصحب والتقاء بالدين كل الدهر والحين على ولي بتهكيم وتمكين أولى فقير إلى المولى ومسكين أنت الذي سميت رؤيتين أنت المسمى بعبد القادر البرد ثم تصنع شرخر فانسائم السرد ولم تنم نومة فيها على ترد أنت الملقب حق محي الدين قلت
مستجيلان بالميلان ساكنه علمت بالقبر بغدارا أماكنه يزوره كل مشتاق ولكنه في بيته قد ينا في محي الدين أن الحسينية والحسنية كنت معها أبا وأما شريف بينك الهتما فكنت شمسا وبدرا نورا التما أن الحق لقدع محي الدين بالصدق والإخلاص والزهد والاجتهاد وفي الوال والأهل فكل أهل التقى والزهد والجهد ادعوك يا غوث العالم محي الدين كتبا مؤلفة هوت العاجب أخبارا مصلفة لا دين الهجر آثارا مخلفة عليك دين الهدى يا محي الدين وفي خزانة أسرار الرواسنا عن كل مولى في ولقه عنرا إلا أبا بكر منهم وتاب بنا حسن المعاني جم محي الدين نهج كذو علم ولا كشف بل كل نسل وعلى ما فيك من وصف لم يبلغوا فيه من كل نيل نسب أديت كل مرين محي الدين ومن ينال اسمي ألفا بخلوته عزما بهمته سرما لغفوتي عجبته مصريا من أجل دعوتي فليدعو يا عبد القادر محي الدين وقلت إن يدي هليل نائمة لمن يريد طريقي وهي قائمة فزدت بها أنفس للرشد رائمة أنا المنادى بحق محي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مندي كل ظهير على الآلاء بالمندي منير هرني وخذ بيدي منا مندي خليفة الله بينا محي الدين وصرف آني صراطا أنت سالكه فالله أعتاكه فأنت مالكه فانتهي من لنا فيها مهالكه سلطان كل ولي محي الدين والتابعين لهم مؤسس الدين مفلين أجسادهم لله للدين مستبشرين بفضل الله في الدين فمنهم أن تنصرني محي الدين كهف الله في أمان قلب حاضر ما والله في الأمان قصد نادر أو ثلري في المهر كان كحاضر يا سيد السادات عبد القادر Thank you.
من صلب نسل رسول رب قادر من نهج محي الدين عمر القادر أوز المشايخ نور بدر بادر يا طيبا بالذات عمر القادر وعزوبة طابة وتقوى الغافر والزهر في الدنيا بقلب نافر والحب للمولى بشوق وافر يا سامي الرفعات عمر القادر يا صاحب الناهول كل ناظر في السمع والأعلى وحسن الباصر وبطول عمر الله بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبر القادر كل منار يوم فخر فاخر لشرائر الدنيا ويوم آخر وذخيرة ليوم ذخر ذاخر يا عالي الرتبات عبر القادر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه تم المولد الشريف مولد المصطفى المجتبى الرؤوف المنيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتدي به من الله رحمته ورأفته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين نهجه الكريم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم ادخلنا معه.